السلام عليكم. اليوم عندنا المرسيدس الـ A كلاس الـ A250 السبورت. طبعا الموديل الموجود حاليا من 2013، شكله حلو ومقبول وممتاز، بس اللي بيشوف الموديلات القديمة أعتقد أنه ما راح يفكر في السيارة هذه بشكل يعني أفضل. السيارة هذه أول موديل نزل منها بال 97، بعدها نزل بال 2004 الموديل الثاني، ثم الآن 2013 الموديل الجديد. ما في مقارنة بين الشكل هذا والأشكال القديمة. الأشكال القديمة يعني كانت سيارة يعني قبيحة بشكل غير طبيعي. عدلوا بالتصميم بحيث انها تنافس مع الـ البي ام ومع خلنا نقول افضل سياره في الفئه هذه اللي هي الفولكس باجن اللي هي الجولف. نقدر نقول المرسيدس انه يعني نجحوا في التصميم. شكل السياره روعه، ممتاز، رياضيه، شبابيه، مقبوله، وحاطين لك فيها يعني فيتشرز بالهبل. اول شيء خلنا نبدا من ناحيه الماكينه، من ناحيه الانجن اللي توصل بالخليج موديلين اللي هي الاي 250 سبورت، والموديل الثاني اللي هو الاي ام جي اللي هي ال 45 الاي 45. كلهم الثنتين نفس الانجن 2.0 التيربو. طبعا ما تحس تيربو لاق نهائيا. السيارة ما شاء الله الريسبونس فيها جدا ممتاز، 211 حصان. العزم في ال 250 350 نيوتن متر. اذا تطلع للاي ام جي راح تصير عندك 360 حصان و450 نيوتن متر، نفس الانجن. الجير فيها اللي هو الدبل كلتش 17 عشيق، سريع ممتاز. طبعا هم المرسيدس لا زالوا محتفظين بالجير اللي موجود في عصا الدركسون، يعني يحاولون يسهلونه. هو استخدامه سهل، بس كسياره رياضيه تفضل انه يكون عندك عصا جير تتحكم في السياره براحتك. السياره من النوع القاسي، يعني شبابيه، اللي بيسافر فيها السياره قاسيه، خصوصا السبورت موديل يصير فيها السسبنشن سبورت انزل بسنتي ونص من العاديه، فالسياره قاسيه. الجنوط اللي فيها تجي السبورت حاطين عليها الاي ام جي كيت، طبعا اكسترا اوبشن. فالجنوط اللي فيها او الرنجات 18، الكفرات او التواير 235. البروفايل نازل، فتتوقع ان السياره بتكون قاسيه وبنفس الوقت ما راح تكون مريحه. وغير هذا يعني الله يعينك تغير كفرات وتواير من فتره لفتره. الـ A250 سبورت دفع امامي، الـ 45 دفع رباعي. راح نلاحظ وزن الـ A45 الـ AMG راح يكون اثقل من الموجوده من هذه الـ A250 تقريبا 90 كيلو. وزن هذه 1460، وزن هذيك 1550. نوعا ما ثقيلة السيارة، بس لما تركب السيارة وتسوقها ما راح تحس بالوزن، راح تحس ان وزنها 1100-1200 بالكثير. يعني معناته ان المرسيدس ما شاء الله اشتغلوا شغل روعة بالسيارة. طيب نتكلم عن السبورت. الاكزوست ما في اي صوت، السيارة على الصامت. صوت الماكينة نوعا ما صوته ما هو حلو، يعني صوت أربعة سلندر والصوت العادي اللي تسمع بأي سيارة أربعة سلندر اللي هو خلنا نقول الياباني مثلا، ولا السيارات الأوروبية الأربعة سلندر الرخيصة. ما هو صوته زي صوت البي ام ما شاء الله الأربعة سلندر. هذه ما هي حلوة صراحة.
الـ A45 عليها سبورت اكزوست وفي صوت افضل واعلى من الموجود بالسيارة هذه. البريكس في السيارة ممتازة. انا الحقيقة حاولت اشوف حجم البريكس اللي موجودة بالـ A250 ما لقيته، بس أداهم جدا حلو. الـ A45 حجم البريكس اللي فيها اللي هو الأدفانسد 350 قدام و 350 وراء، فأكيد بتكون أفضل من هذه. دعسة البنزين جدا روعة، يعني very responsive. التعشيق في الجير سريع بشكل رهيب، يعني بتشوف الـ RPM حركاته جدا سريعة. مسكة البريك الفيلينج تاتش جدا ممتاز، يعني تحس انك very confident وانت تدوس البريك. الستيرينج بالسيارة very very sensitive، يعني السيارة يعني اي حركة بسيطة السيارة تتحرك معك، فما فيها اللي الفاريبل الستيرينج هذا اكسترا اوبشن تحتاج انك تطلبه على السيارة. واعتقد انه يعني راح يكون حلو خصوصا لما تكون بالسرعات العاليه فتستفيد منه من الناحيه هذه. داخليه السياره واسعه، يعني السياره حجمها كومباكت بس من داخل الكابن واسع. طبعا هم ماخذين تصاميم من الطيارات، يعني حقات مثلا حقات الاي سي والمكيف نفس اللي بالطياره راح تلقاها حاطين عليها تاتشز كأنه كاربون فايبر، هو مو كاربون فايبر. السبورت في عليها اوبشن اللي حاطين على السيارة هذه اللي هو الأحمر، راح تلقى دواير حمر، الستيتشز حمر من داخل أسود، والكراسي رياضية حلوة، جلد وقماش نوعا ما قاسية شوي، تجي ستاندرد شاشة يعني شوي صغيرة يعني very basic. والـ AMG تجي الشاشة الأكبر اللي يكون بيكون فيها النافيجيشن وأكبر من هذه وشكلها أفضل. الستاندرد شكلها ما هو حلو. السيارة تجي full LED الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية، والزنون عالي واطي، أنوارها زنون. السيارة هذه الشاسية اللي هي عليه استخدموها بثلاث سيارات، بالسيارة هذه الاي كلاس مستخدمينها بالسي ال اي اللي هي نفس الشكل بس شكلها سيدان او الصالون يسمونها في بعض في الكويت مثلا، وعلى الجي ال اي اللي هو ارفع شوي ويكون فور ويل درايف. سواقة السيارة فيري فن، يعني اللي بيسوق السيارة راح يلقى نفسه انه دائما يحاول انه يكسر الروتين، تلقى دائم يبغى يسرع. السيارة على الكيرف يعني ما شاء الله ستيبل وممتازة والفيلينج فيها روعة. ف مثلا لو دخلت على الكيرف ودعست على الآخر تتوقع السيارة دفع الأمامي انها بتزحف قدام، السيارة هذه بالعكس، يعني الالكترونيكس اللي فيها راح تخلي السيارة تلف وما تحس ان يعني السيارة دفع امامي. ميزة حلوة، يعني اذا الواحد مثلا دخل مزنق شوي هذه راح تنسيك موضوع ان السيارة دفع امامي الا اذا كنت في الهارد اكسلريشن. طبعا تسارع السيارة هم يقولون اللي هي الـ A250 6.6 seconds. احنا اليوم ان شاء الله راح نجربها وراح نشوف. A45 تسارعها 4.6 سكند. الـ A250 سبورت اللي تنزل بالخليج تقريبا نفس الشيء، مواصفات الخليج بالمرسيدس تقريبا نفس الشيء، بس انت تقدر انك تسوي سبيشال اوردر وتطلب على السيارة الاوبشنز اللي انت تحتاجهم. طبعا هذه السيارة عليها الـ AMG
راح تلقى الجنوط الرنجات، راح تلقى مثلا الشبكة الأمامي، راح تلقى الزعانف على الجوانب مثلا، راح تلقى فيها الاثنين اكزوست الأحمر، راح تلقاه حتى على الأنوار من قدام. تقدر انك تطلب عليها زيادة اوبشنز، بس راح تدخل في أسعار نقدر نقول عليها أسعار خيالية. يعني سيارة سعرها يبدأ من 140 ألف ريال أو درهم مثلا، خلنا نقول السيارة هذه عليها شوية أوبشنز وصلت تقريبا 160-170 ألف درهم أو ريال. لو بتزودها شوية راح توصل 200 ألف بالراحة. الـ AMG الـ 45 سعرها يبدأ من 210، بس اللي تجي بالخليج عليها أوبشنز زيادة يعني، فسعرها بالوكالة 260 ألف درهم أو ريال سعودي. تقدر تطلب أقل، تقدر تطلب أعلى، بس السيارة فوق 200 ألف. ضمان الوكالة بالخليج، دول الخليج واحد، فتلقاها 3 سنين، بس هو عبارة عن سنتين ضمان مصنع from A to Z مثل ما يقولون، ومن الوكيل يزيد لك سنة فتصير 3 سنين. طبعا المايلج مفتوح. خلصت 3 سنين، حبيت انك تزود ضمان سنة او سنتين زيادة فتدفع عليها اكسترا كوست، بس طبعا ما تشمل كل شيء، تشمل اشياء بسيطة، غير ماكينة الدفرنس مثلا، العكوز، الأشياء هذه تدفع عليها تقريبا 3000 درهم وتاخذ السنتين، باكج السنتين. للحصول على الضمان الممتد السيارة لازم تكون ماشية أقل من 105 ألف كيلومتر. إذا تعدت 105 ألف كيلومتر معناتك ما راح تقدر أنك تجدد الضمان سنتين. طبعا شغلة شوي غريبة بالمرسيدس مثلا، ان شيء عندك داخل السيارة مثلا انكسر، مثلا فتحة الباب انكسرت مثلا، ما هو سوء استخدام بس مثلا انكسرت مثلا تحت اي ظرف من الظروف، ما يغيرونها، وهم يغيرون الاشياء اللي تخرب. شوي شغلة غريبة، اذا في احد من الشباب صار عليه موقف او شيء مع المرسيدس يحطها بالكومنت عشان الكل يستفيد يكون افضل. السيارة لما تشتريها جديدة راح تطلع معاها فري سيرفيس 3 سنين أو 45 ألف كيلو، يعني ممكن تقول عليها ثري سيرفيسز ببلاش. هو سيرفيسز حقتها كل 15 ألف، وعندهم ماينر وميجر سيرفيس اللي هي الأي والبي، البي تعتبر الميجر سيرفيس. طبعا الأي أم جي سيريس كلهم ما عليهم فري سيرفيس. نجي للكومبيتيتورز حق السيارة هذه، المنافسين السيارة هذه. طبعا كل العالم بالهاتشباك ينافسون الجولف الفولكس فاجن اللي تعتبر يعني حاليا ثالث سيارة أعلى مبيعات على مستوى العالم. يمكن بالخليج ما حد منتبه حق الجولف، بس على مستوى العالم كمبيعات ثالث سيارة، فكلهم ينافسونها. هذه نقدر نقارنها بالجي تي اي الجولف. عندك البي ام الشكل الجديد اللي هي الون سيريس، روعة، افضل من الشكل اللي قبلها، جدا حلوة، واعتقد الانجن حقها راح يكون يمكن افضل من هذه، الى ان نجربها ان شاء الله. الاودي الاي 3، وعندك الألفا روميو الجوليتا. الآن ندخل على موضوع الأذواق، يعني تبي ألماني ولا تبي إيطالي ولا تبي براند فخم ولا تبي براند عملي ولا تبي ستايلينج. فإذا أنك تبي التميز، تبي ستايلينج، تبي أنك تكون إنسان متميز عن الباقيين، في عندك الإيطالي، يعني تصاميمهم ما حد يقدر يتكلم فيها. الألفا روميو جدا روعة،
شخص يبي براند عندك المرسيدس البي ام. الشخص اللي يقول انا بسياره عمليه وما ابي سالفه اني ادخل بالتعقيدات والقطع الغيار اللي راح تخلي الواحد انه يفكر انه ما يشتري السياره، فعندك الجولف. اسعار قطع الغيار لحظه اعداد هذا الفيديو كالتالي. طيب سيارة جربناها على مدى يومين أو ثلاثة أيام تقريبا، يعني صراحة بيني وبينكم أكثر أو أعلم الإكسبكتيشنز اللي كنت أنا أتوقعها. يعني سيارة رياضية بدون نقاش، يعني جدا اللي بياخذها راح يستانس بسواقتها، حلوة جدا، بس بيدفع شوية فلوس عشان ياخذ الاوبشنز اللي هو يبغاها اذا كان يحب الاوبشنز، يعني نافيجيشن، الكاميرات، الساوند سيستم، الامور هذه بيدفع عليها فلوس. انا شخصيا سيارة very recommended بدون نقاش على السعر. سعر سيارة غالية فعلا، اذا بتاخذ الـ A45 انت راح تطلب في فوق الربع مليون درهم او ربع مليون ريال، بس انت ماخذ، لا تنسى انك ماخذ مرسيدس. انا شخصيا اذا عندي امكانيه وباخذ السياره انا ما راح اخذها، انا راح اخذ البي ام كبراند كانجن كاداء. البي ام بالنسبه لي تكون افضل، صح ان السياره شوي تف بس ما راح تكون قاسية بنفس قساوة هذه السيارة. الـ A250 من قدام السسبنشن شوي ناعم، من وراء قاسية بشكل يعني ممكن تتوقع انك راكب لك كومونيت. اتمنى ان شاء الله ان اليوم اعطيناكم فكرة عن السيارة هذه. اذا عندكم اي استفسارات او احد من الشباب عنده تجربة مع السيارة أو مع المرسيدس بنز بشكل عام ويبغى يشاركنا فيها لا يبخل عنا فيها. يعطيكم العافية، نشوفكم إن شاء الله على سيارة رياضية في الحلقة الجاية. فمان الله، شدوا الشماسي على البلاش. أميش وما لي خلق أذان، لا تسمع الله بعد الأخذات اليوم وبعد المرسيدس الـ A250 أول مرة من داخل. ناوي على مرات وايد ها؟ والله ما تدري. حقيقة نود ان النافيجيشن هنا عشان فكينا النافيجيشن. ما قد يعني هذا. طيب يا جماعة